فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى لم ينكر على من اتخذ على القبر مسجدا، كيف الرد على هذه الشبهة؟ سبحان الله، لم ينكر، قال الذين غلبوا على أمرهم، هذا الإنكار، غلبوا على أمرهم، السلطة، استعملوا سلطتهم بدون دليل وبدون حجة، إنما هو مجرد الغلبة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أنت ما تقرأ التفسير ولا تدري. نعم.